الرحمة والمغفرة والقبول الحسن لشهدائنا اللي اغتالتهم أيادي المرتزقة الإنقلابيين، وهم آمنين ومطمئنين في اعتصام حارسين ثورتهم المجيدة، ولا هدف ولا غاية ولا أجندة لهم سوى إن السودان والسودانيين يدوموا عزيزين مكرمين في وطنهم بحرية وسلام وعدالة. وعاجل الشفاء للمصابين، ونسأل الله أن يفرغ علينا جميعا صبرا من عنده، وناشد كل سوداني وطني يسمع الرسالة ويشاركها مع غيره، وخصوصا المغتربين العايزين يساهموا بأي شيء عشان يدعموا الثورة. الغرض من الفيديو هو إنه نعرف نعمل شنو في الأيام الجاية بناء على تحليل أحداث الأيام والشهور الفاتت. في أسئلة كثيرة وشكوك أكثر حايمة في أذهان الناس هسه عن إنه الغلط شنو اللي وصلنا لبيان البرهان بتاريخ 29 رمضان. إلغاء ما تم من اتفاق وإيقاف التفاوض مع هو إعلان الحرية والتغيير، الدعوة لانتخابات عامة في فترة لا تتجاوز 9 أشهر من الآن بتنفيذ وإشراف إقليمي ودولي وعمل الترتيبات اللازمة لذلك، تشكيل حكومة تسيير مهام لتنفيذ مهام الفترة الانتقالية. هل كانت دي خطة المجلس العسكري من الأول؟ ولا لجنة التفاوض ارتكبت غلطة زي ما في ناس هسه بدت تقول؟ هل اللجنة تعنتت في مواقفها وضيعت علينا الفرصة؟ ولا كانوا فاشلين وما عرفوا يحققوا لنا مطالبنا؟ السؤال المفروض يتجاوب في اللحظة دي هو: هل المجلس العسكري كان صادق في انحيازه للثورة؟ ولا عمل انقلاب عديل واشتغل بالناس سياسة ومن الأول جاء عشان يقعد للأبد؟ إحنا حماة لمطالبنا، إحنا حماة لتحقيق ما يريدينه. الإجابة بكل وضوح هي أن المجلس انقلب على البشير وعلى الثورة والأدلة كالآتي. أولاً الدوافع، كان واضح من يوم 6 أبريل أنه البشير ساقط، الثوار وصلوا القيادة والاعتصام قام، وأحرار الجيش انحازوا للثورة وحموا المتظاهرين. علينا جينا هنا عشان واقفين مع الشعب بس، حميدتي تاجر المرتزقة والبرهان سمسار الجيش، كل واحد فيهم عنده مصالح عايز يحميها، فقرروا يضحوا بالبشير ويحنكوا الثوار بأنه الثورة نجحت وأرجعوا بيوتكم. وعزل بن عوف وبقية ضباط الكيزان كانت كروت مناورة عشان الناس في الآخر تقبل بالمجلس العسكري الحالي. ثانيا، الخطوات اللي بدأ ينفذ فيها المجلس العسكري وكانت بتدل على أنه ناوي يقعد، زي عمل الليانة السياسية والاقتصادية والأمنية والفئوية العملاء لتسيير مهام الحكومة، وزي أنه يتواصل مع أحزاب وطوائف دينية وإدارات أهلية ونقابات بصفته سلطة انتقالية، وعمل منها تيار شعبي موالي، ودي ما حركات زول عايز يسلم السلطة. وبدأ كمان يتواصل مع الدول اللي حوالين السودان دبلوماسيا ويستقبل منها جميع أنواع الدعم المادي والسياسي، وكمان إعادة استخدام بعض المخلفات الكيزانية وتوظيفها لمصلحته بدلا من أنه يحلها، زي الكتائب الألكترونية وهيئة العمليات بجهاز الأمن اللي بقت تابعة للدعم السريع. وكمان بدأ يبرم عقود واتفاقيات طويلة الأمد مع دول زي اتفاق حميدتي مع الصينيين في تنفيذ السكة حديد، كمان استمالة القوات النظامية وبعض الموظفين بمضاعفة المرتبات والحوافز، وحتى رمزية انتقاله من القيادة العامة للقصر الجمهوري كانت بتقول إنه قاعد وما ناوي يسلم السلطة للمدنيين. واحد من أهم الأدلة على نفاق المجلس العسكري مع الثورة والثوار هو إنه بيدعي انحيازه للثورة، وعمره ما عمل ولا حاجة من اللي بيسويها الزول الإنحاز بحقه حقيقي للثورة. الإنحاز للثورة بمجد الثورة والثوار، ما بيشيطن العمل الثوري وما بيسميه فوضى، ولا بيقتل الثوار بدم بارد ويفض الاعتصام اللي كان السبب في توليه السلطة في المقام الأول. الإنحاز للثورة بيجيب الضباط الحمو الثوار برقيهم وبيديهم أوسمة، مش بيدخلهم السجن وبيخفيهم تماما. الإنحاز للثورة بيعاقب كل المتورطين في قتل قمع الثورة والثوار، مش بيجي يحييهم في كل خطاباته. تحية لقوات الدعم السريع، التحية للشرطة السودانية، التحية لجهاز الأمن الوطني. من هنا نقدر نثبت حقيقة إنه المجلس العسكري جاء وفي نيته إنه يقعد. طيب نجي نشوف خيارات لجنة التفاوض في التعامل مع المجلس. هم كانوا خيارين، إما تقول تسقط ثالث من البداية، وده معناه محاولات فض الاعتصام بالقوة كانت حتكون أبدر بكثير من اللي حصل يوم 29 رمضان، ناهيك عن إنه التصعيد الثوري صعب جدا في رمضان، والأسوأ من كده إنه في ناس كثيرين كانوا حيتهموا قوى الحرية والتغيير بإنهم عادوا المجلس العسكري
ويتسببوا في سفك الدماء. وديل الناس اطلعوا واحتفلوا صباح يوم 11 أبريل قبل حتى إزاعة البيان، ومنهم برضو الناس اللي كانوا محتاجين يشوفوا الحاجات السواها المجلس العسكري دي كلها لحد يوم 29 رمضان المشؤوم عشان يزول منهم أدنى شك في نوايا المجلس الانقلابية. أما الخيار الثاني بالنسبة لهم إنهم يحققوا مطالب السوار عبر التفاوض والكذاب وصلوا خشم الباب، ويا إما المطالب اتحققت أو المجلس العسكري اتعنت وظهر وشه الحقيقي، وفي الحالة دي يكون كل الشعب السوداني والعالم عرف الحقيقة. ممكن يجيك واحد يقول ليك ما دام المجلس العسكري أداهم السلطة التنفيذية والتشريعية كاملة، ما لو كانوا قبلوا بيها وحقنوا دماء الشعب؟ حاقول ليك إنهم أصلا كلجنة التفاوض ما من حقهم يتنازلوا عن المطالب، ولو عملوا كده الشعب السوداني ما كان حيرحمهم. وما تنسى انه الشعب في الاعتصام كان بنادي باعلى صوته مدنية وما راجع، انا لي مطالب. ومن هنا بنحيي اعضاء لجنة التفاوض وبنشكرهم جدا لانهم ورغم الضغط الشديد اللي كان عليهم ما اتهاونوا وما اتنازلوا عن حقوق الشعب السوداني ومطالبه. وغير كده المجلس العسكري كان عايز تحته مدنيين يسيروا له الشغل وعشان العالم كله يعترف به، عشان كده تنازل من دي لكن ما اتنازل عن السيادة ابدا. طيب لحد هنا الملخص كالآتي: المجلس العسكري انقلابي وخائن وعايز يخطف الثورة، القوى الثورية عندها مطالب ودولة مدنية ما حتتنازل عنها. بس السؤال من هنا ولقدام العمل شنو وخياراتنا شنو؟ هم ثلاثة خيارات: يا إما نقبل الوضع الحاصل ده ونخش انتخابات على قول الجداد الإلكتروني، ويا إما ننتقل بعملنا الثوري من خانة السلمية لخانة العمل المسلح، أو نواصل في كفاحنا ونصعد العمل السلمي. طيب أولا خيار قبول الأمر الواقع ونقول نخش الانتخابات ونعمل حكومة محترمة تجيب لنا حقوقنا من العسكر وتملي لنا السودان اللي بنعرفه، وده خيار سيء جدا لعدة أسباب. المجلس العسكري الانقلابي ده بعد العمل لحد يوم 29 رمضان لن يسمح أبدا إنه تمسك السودان حكومة محترمة تقوم من يوم الأول تقبض أعضاء المجلس العسكري وتحاكمهم بجرائمهم اللي ارتكبوها ضد السوار السلميين، وتقوم تفكك ميليشيات القاتل حميدتي وجهاز الأمن وتعيد للسودان علاقاته الدولية المتوازنة. الحاجة الثانية عدم تفكيك الدولة العميقة للكيزان حيعيد لنا إنتاج مرة تانية ولو كان في شكل جديد أكثر سوءا بعد تحالفه مع العسكر. تخيلوا معاي إنه السفاح حميدتي ده عنده 9 شهور كاملة يضاعف ويقوي فيها ميليشياته بالتسليح والتجنيد، وكمان في قسم كبير في السودان فيه حروب وصراعات لسه زي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، مناطق فيها ملايين السودانيين ما حيقدروا يصوتوا، وهسه لا وجود لأدنى مستوى من الحريات يخليك تمارس عمل سياسي حزبي في الوقت الحالي مع الجنجويد المحتلين العاصمة ديل، وكل أجهزة الدولة الإعلامية حاليا في صفهم، وأقرب دليل إنه في أثناء فض الاعتصام الغاشم والجنجويد بيقتلوا في أبناء الشعب السوداني العالم كله مقلوب علينا، والغنوات السودانية شغالة أغاني وطبيخ كالعادة، وكمان كل أجهزة السجلات المدنية تابع عليهم، يعني ممكن يتحكموا حتى في إصدار الأرقام الوطنية عشان الانتخابات، وعندهم كل الوسائل والمعينات عشان يشتروا الأصوات والزمن في الفترة الجاية. فلا يمكن أبدا إنه يكون خيار الانتخابات بتاعت البرهان ضمن الخيارات. الخيار الثاني هو تسليح الثورة، وده أسوأ الخيارات على الإطلاق، رغم إنه كثير من الأصوات بدأت تنادي بيه وهم طبعا في غمرة عاطفتهم معزورين، لكن الخيار ده بالذات هو الكايس ليه العصبجية ديل من ديسمبر الفات، وحاولوا بشتى الوسائل يتهموا الثورة بالعنف عشان يكون عندهم المبرر الكافي إنه نستخدموا كل أسلحتهم ضدها، وده الخيار اللي بيودينا لمصير سوريا وليبيا واليمن، وما حتقوم للسودان ده قائمة ليوم الدين بسببه. الخيار الثالث هو تصعيد العمل السلمي والإضراب والعصيان المدني، وده يا هو الخيار اللي بنعرفه نحن جيدا ولحد هسه هم ما عارفين يتصرفوا معاه ولا حيعرفوا، وده الخيار اللي حيركع كل الطواغيت تحت أقدام الشعب السوداني. مكلف نعم، بس هو الأقل تكلفة على البلد. ومن هنا بنناشد كل سوداني حر إنه نحن نتوحد وننسى الخلافات البيناتنا ولو مرة واحدة لصالح البلد المنكوبة دي، نوقف حملات التخوين واللوم الما منها فايدة دي، وبناشد تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير إنها تتواصل مع كل القوى السياسية والدينية في البلد دي عدا الكيزان سبب البلاوي، وبناشدهم جميعا إنه ولو لمرة واحدة في حياتهم يتركوا عنهم كل الأطماع والأجندات الحزبية والأيديولوجية اللي كانت السبب في دمار السودان من استقلاله لحد الليلة، عشان نعرف نطلع البلد دي لبر الأمان. ويا جيشنا ما قنعنا منكم، الناس كلها تجي تقول كلمة الحق تجيب فينا، الناس كلها تجي تجيب من الشعب، الناس تجي تجيب من الشعب، ده بلدك إنه ما بينفع،
الدفن بتاع التيكين ده ما بينفع. الناس